مبدأ السلامة استوى اليوم جزء لا يتجزأ من حياتي اليومية. برنامج بيبي للمغامرين أضاف لي الكثير في حياتي، تعلمت فيه الكثير من المبادئ والمهارات اللي ساعدتني أني أمضي قدما في حياتنا اليومية. طبقت مبدأ بسيط تعلمته في المعسكر اللي هو العمل الجماعي. أحب أشجع الناس اللي حولي. كل إنسان عنده مهارة، بس كيف نقدر نخلي هالإنسان يطلع اللي عنده؟ الشجاعة تعلمتها من الوالد اللي هو مصدر إلهامي. تعلمت منه الاحترام، احترام الذات، احترام البلاد اللي احنا عايشين في خيرها، واحترم البيئة اللي احنا عايشين فيها. أبونا زايد الله يرحمه كان دائما يذكرنا أن ثروة البلاد هذه شبابها، ما بترولها ولا استثماراتها. فمن هالمنطلق حتى اليوم في بيبي نؤمن بهالشيء، وناخذ على عاتقنا المساهمة في تطوير الشباب في هذا الوطن.